يعد التهاب اللوزتين من بين أكثر المشكلات الصحية شيوعاً في العالم، وهي مشكلة لا تفرق بين كبير وصغير. فاللوزتان تعتبران أحد أهم خطوط الدفاع في الجسم تجاه الأمراض، ووظيفتهما مناعية بحتة، حيث تعملان على وقاية جسم الإنسان من الميكروبات والجراثيم التي تصل إليه عبر الجهازين التنفسي والهضمي، وقد تتعرضان للالتهاب من جراء ذلك. لكن التهاب اللوزتين الذي يبدأ بسيطاً في أعراضه قد يؤثر لاحقاً على كامل الجسم وتحديداً القلب بحسب دراسات طبية متنوعة، كما يؤثر على المفاصل إذا لم يعالج فوراً، وقد يتطور ليصبح مشكلة مؤلمة ومزمنة عند البعض لا تتوقف إلا بالتدخل الجراحي لاستئصالهما. وبشكل عام فإن التهاب اللوزتين متكرر وشائع، إذ يبلغ الحد الأعلى لدى الأطفال من 4 إلى 6 مرات سنوياً، أما لدى الأشخاص البالغين فقد تحدث عدوى شديدة تصل ل3 مرات وأكثر في بعض الحالات، ويقول عنها الأطباء إنها عدوى مزعجة جداً لهم. من دبي ينضم إلينا اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حبيب بيطار. دكتور حبيب، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. ما هي آلية عمل اللوزتين في مقاومة العدوى، الأمراض، البكتيريا؟ ألو، السلام عليكم. هل عدوى اللوزتين بشكل عام بتتم بشكل فيروسي أساسا أو بكتيري؟ هل آلية مقاومة اللوزتين للأمراض سواء البكتيرية أو الفيروسية بتتم من خلال أن اللوزتين هي خط المناعة الأول أو خط استقبال الأول للأضداد أو للجراثيم أو البكتيريا الداخلة على الجسم البشري من خلال وجودها داخل جوف الفم بشكل مباشر؟ استقبال هاللوزات على الأضداد أو البكتيريا بعد هالمرحلة هي بتشكل أن الجسم بيصير يدافع عن حاله من خلال تشكيل أضداد مناسبة لأنواع البكتيريا الداخلة على الجسم لجوا. فوجود اللوزتين بموقع متقدم داخل جوف الفم بيؤدي انه هي بشكل مباشر هي احد اهم الاسباب للوقايه من الامور المناعيه بشكل عام سواء البكتيريه او الفيروسيه منها. طيب دكتور حبيب، متى يتم التدخل الجراحي لاستئصال اللوزتين؟ الا يوجد هناك علاج؟ متى يصل الموضوع الى مرحله انه يجب التدخل الجراحي؟ التدخل الجراحي له كثير اسباب، اهم شيء إذا أول شيء نتأكد أنه هل الالتهاب هذا هو التهاب فعلا باللوزتين وليس التهاب بجدار بالعمق الخلفي. إذا كان الالتهاب باللوزتين ومؤكد ومشخص من قبل أخصائي ذرة الحنجرة بشكل دقيق، إذا تجاوز عدد مرات الالتهاب 4 أو 6 مرات بالسنة بشكل متواصل، أو إذا كان لمدة سنة واحدة، أو إذا كان أكثر من 3 مرات لمدة 2 أو 3 بشكل متواصل، هذا الشيء بيرجح التدخل الجراحي بعد التأكد. مثل ما قلت، مع الأسف أنه كثير أحيانا التهاب البلعوم الخلفي أو التهاب بالعمق التحسسي يشخص خطأ على أنه التهاب اللوزات، فإذا تم التأكد من الموضوع وتأكدنا أنه هو التهاب اللوزات وتكرر بهالطريقة هي يفضل الاستئصال. وعندنا بعض الحالات طبعا بيكون ضخامة اللوزات السادة لمجرى البلعوم أو السادة لمجرى التنفس، بهالحالة كمان نحن مضطرين نستأصل اللوزات مشان يتنفس الطفل بشكل طبيعي. طبعا وفي عندنا بعض الحالات اللي منشك فيها أنه اللوزة متعرضة لكانسر أو سرطان لا سمح الله أو كذا، نضطر نستأصل مشان ناخذ منها مسحة أو خزعة ونشخص المرض بشكل دقيق. ما عدا ذلك ما في حالات أساسية لاستئصال اللوزات، أو أحيانا بيكون في عندنا مثلا خراج كبير باللوزة، بهالحالة ما بيستجيب على الصادات أو الأنتيبيوتيك حتى الوريدية منها، فبنضطر نستأصل اللوزات مشان نعالج مريض من الالتهاب الأشد بهالحالة. ولكن دكتور، معروف بأنه عادة ما يقاوم الأمراض في الجسم عندما يكون هناك مرض معين، إنفلونزا، أي مرض بسيط تتضخم يتغير شكلها، ويعني في أثناء فترة المرض تكون يعني مواصفاتها مختلفة، كيف يتم تشخيصها؟ يعني عند الأطفال تقريبا طول السنة مرضى الأطفال دكتور، يعني كيف يمكن التمييز؟ لربما عند الكبار عندما نقول 4 مرات في العام هناك التهاب يجب عليه أن يذهب ويستأصلها، يعني نستطيع تمييز ذلك، ولكن عند الأطفال صعب أكثر دكتور. صحيح. هلا التهاب اللوزتين البكتيري أو البكتيري الشديد اللي بحاجة لاستئصال إذا تكرر بيتشخص بمجموعة من الأعراض، أهمها هو عبارة عن الحرارة العالية إضافة لوجود نتحات بيضاء على اللوزتين، نتحات بيضاء قيحية وليس بقايا طعام. مع الأسف أحيانا بيتشخص وجود بقايا طعامية على أنها نتحات قيحية وهذا خطأ شائع، فلازم نتأكد 100% أنه هذه النتحات هي نتحات قيحية بتغطي اللوزتين مثل غشاء أبيض أو بقع بيضاء بتغطي اللوزتين بشكل مباشر.
إضافة لموضوع تاني يلي هو وجود حرارة عالية برافع المرض هذا، وكتير ضروري إذا الأهل انتبهوا للأعراض ياخذوا الطفل عند الطبيب، والطبيب ياخذ مسحة مباشرة من لوزتين ويعمل زرع أو تحليل بسيط هالمسحة هاي، فبيشخص البكتيريا بشكل مباشر وأكيد. بهالحالة هاي بنكون شخصنا المرض وتجنبنا الوقوع بأخطاء تشخيصية أخرى مثل ما قلت، إنه مثل التهاب بالعوم التحسسي أو التهاب بالعوم الخلفي أو غيرها من الأمراض اللي بتشابه التهاب اللوزتين. فلازم يكون الموضوع مشخص من قبل أخصائي بشكل مباشر. ولكن دكتور، على ما يبدو بأن التهاب اللوزتين يكون أصعب عند الكبار وتكون الأعراض أكثر شدة، لماذا دكتور؟ صحيح، على التهاب اللوزتين عند الكبار بسبب أول شيء حجم اللوزتين بيكون أكبر بكثير، ثاني شيء بنية اللوزتين عند الكبار بتكون متعرضة لتليف ومتعرضة لالتهابات متكررة بالصغر، فلهيك وجود الالتهاب بجوف متليف جدا مثل بنية اللوزتين عند الكبار بيؤدي لأعراض أشد بكثير منها عند الصغار اللي بتكون عندهم بنية اللوزتين أو تركيبتها أكثر طراوة وأكثر قابلية حتى على التمدد واستيعاب الالتهاب بشكل أكبر. فلهيك الأعراض عند الكبار بتكون أكبر إنه أشد بكثير عند الصغار، حتى هالشيء بينعكس علينا كأطباء كمعاناة بعد الجراحة أو بعد العملية عند الكبار بتكون أشد بكثير من عند الصغار بسبب وجود تليفات والتهابات شديدة ومتكررة سابقة داخل اللوزتين. عند الأطفال عموما بيكون الموضوع فريش أكثر وبنية اللوزة مور سوفت، إنه أكثر طراوة وتتقبل الالتهاب بشكل أحسن من الكبار. وهل نتحدث عن عملية مؤلمة دكتور تأخذ وقتا طويلا؟ وماذا عن الوقت الذي هو بعد العملية مباشرة؟ هل تكون المناعة في مستوى أدنى كون أن الجسم فقد طبعا فترة النقاهة؟ هل يفقد الجسم لربما مناعته بشكل كبير لأنه هي خط الدفاع الأول كما تقول؟ صحيح، أهم شيء باستئصال اللوزتين دائما بنحاول نأخر الاستئصال قدر الإمكان بشكل ما ينعكس هالشيء لصحة الطفل أو الكبير لبعد ال 11 سنة. اللوزتين بعد ال 11 سنة عموما دورها بالمناعة بيكون صار أقل بكتير وبتكون أوريدي أخذت دورها بالمناعة بتكوين المناعة بالجسم البشري، فإذا استأصلناها بعد العمر هذا طبعا في بعض الحالات مثل ما قلت نحن مضطرين نستأصلها قبل، بس دائما بنأخر قدر الإمكان على قدر ما بنستطيع. هلا بالنسبة على العملية نفسها، العملية استئصال اللوزتين طرأ عليها تحولات كثيرة. عند الصغار عموما العملية أقل إلاما من الكبار مثل ما قلت، لأنه عند الكبار بيكون في تليفات شديدة باللوزتين والتصاق شديد باللوزة بالمسكن تبعها، فهالشي هذا بيعمل إنه بيؤدي إنه الأعراض أو المضاعفات اللي بتتلو العمل الجراحي عند الكبار أصعب بكثير من الصغار. أهم شيء الألم أو أحيانا مع الأسف النزف اللي بيصير بعد عملية استئصال اللوزات عند الكبار هو أشياء بكثير من عند الصغار، فلهيك كثير ضروري نشرك بعض الطرق الحديثة مثل الليزر. يعني بعد ما بنستأصل اللوزتين ممكن نشرك فورا الليزر بعمل انه ايقاف نزف او ايقاف دم فورا بعد العملية داخل غرفة العمليات بشكل مباشر سواء عند الكبار او عند الصغار. واحد الطرق القديمة اللي كنا نتبعها هي ربط بعض الأوعية الكبيرة، كمان انا بفضل نضل نتبعها. الأوعية الكبيرة لازم نربطها بشكل مباشر مشان نمنع أي نزف بعد العملية، مشان نمنع المريض يدخل على العمليات مرة تانية بعد ما يخلص عملية. وجود الليزر ببعض الحالات ممكن نزغر اللوزة بدون ما نشيلها، يعني عن طريق الليزر ممكن نزغر اللوزات بس نحافظ عليها ونتجنب العملية. هذا شيء كتير جديد وكتير مهم وبيوفر على المريض ألم، بتكون العملية عموما غير مؤلمة بالليزر إذا فقط زغرنا بدون استئصال ونتجنب النزف ونتجنب المريض دخول مره ثانيه لغرفه العمليات بعد الجراحه او بعد استخدام الليزر. طب دكتور، هناك ايضا من ربما بالاضافه لما تحدث عنه يتبع الطرق التقليديه والطبيعيه، شرب مشروبات ساخنه اضافه العسل، وهناك على فكره دكتور راي اخر يقول بانه على العكس عند التهاب اللوزتين يجب شرب مشروبات بارده، لو توضح لنا اكثر دكتور. صحيح، هلا من الشائع عموما انه بس صافي التهاب اللوزتين لازم نتجنب بشكل مباشر المشروبات البارده جدا او المشروبات البارده ولو باعتدال. هلا ما في صراحه ابحاث علميه بتاكد انه نحن لازم نتجنب المشروبات البارده، ما في اي فرق عموما بين المشروب صحيا يعني او ميديكال يعني او طبيا بين المشروبات البارده والمشروبات الحاره، هو فقط بعض البشر ما او الغالبيه من البشر ما بيتقبلوا المشروبات البارده بسبب وجود منطقه التهابيه، لهيك بفضل المشروبات الدافئه مو الحرة عموما يعني. بس طبيا ما في اي فرق، حتى نحن بصراحه بعض عمليات اللوزات يعني بعض الاستئصال اللوزات او بعض تصغيرها بالليزر بننصح المريض بيشرب مشروبات نوعا ما بارده او ياكل بوظه، حتى يعني ياكل ايس كريم او بوظه او كذا بشكل انه تضل المنطقه هادئه وبعيده عن موضوع النزف. فلهيك طبيا صراحه ما في فرق اساسي بين المشروبات الدافئه
او المشروبات البارده بحاله التهاب العظم او التهاب اللوزات. هو فقط موضوع اعراف شوي او موضوع تقبل الانسان بيكون اكثر على المشروبات الدافئه من على المشروبات البارده. شكرا جزيلا لك من دبي، وشكرا لحضورك اختصاصي الانف والاذن والحنجره الدكتور حبيب بيطار.